ديجا صحابي الكل من الاول قالوا لي ليه تو فا با يغيفي وكيفاش تقرا وتخدم تخرج صايبه عليك درا شنايا اي بون بعد كي نجحت العام الاول وكل قالوا لي رحمه ايكوت فاش تخدم تراه كنت نجم دخلنا علاش ليه فهمت Je me présente, je m'appelle Rahma Sharif, je suis âgée de 24 ans, je suis une étudiante à Sesame University en management. نقرا ونخدم en même temps دخلت نتاع 3 شهور ومن بعد نلقى روحي 4 سنين الاكسبيريونس هي كل شيء باغ اكزومبل كي نقرا في الفاك مش كيما صحابي هما يقراو يروحوا لي انا جو سوي ريسبونسابل نقرا الصباح ولازم نمشي نخدم ولا العكس لو فيت لي ان نقرا ونخدم 4 سنين وكل شيء مش حاجه سهله ابار لومبيونس وكل لقيت راحتي على الاخر حتى لو كوتي ريلاسيونيل انتر الماناجير سوبرفيزور الريسبونسابل قعدت خاطر لومو سنتر دابيل ياسر مخدين عليه فكره خايبه فهمت ماهوش كاسك ويقول لك تقعد تخدم وتحكي وتكسي الراس ليه ماهيش هكاكا فهمت برشا اكسبيريونس على الاخر فهمت 4 سنين تعلمت منهم برشا حاجات الصبر نتعلم نقوم في الوقت تحس روحك هكا تو ريسبونسابل تعرف كيف تتصرف كيف تتعامل مع المانجر نتاعك مع السوبرفيزور بيان ايفيدامون باش تتعلم منهم حاجات اذا كان غلط نتحمل مسؤوليتي اذا كان زاد كيف معناها تعاودت الغلطه اوكي سيغ باش يعديو لي كل شيء ما متساهلين معايا على الاخر الامبيونس هي الحال اللي خلتني نقعد هوني 4 سنين وكل شيء ديجا صحابي الكل من الاول قالوا لي ليه تو فا با يغيفي وكيفاش تقرا وتخدم تخرج صايبه عليك درا شنايا اي بون بعد العام كي نجحت العام الاول وكل قالوا لي رحمه ايكوت فاش تخدم تراه قول لنا معناها كنت نجم دخلنا علاش ليه فهمت دونك دخلت هكا زوج صحابي جو كرو ولا 3 اي بون مازالوا لتوا حتى هما يقراوا ويخدموا القوى اللي هي حاجه محلاها على الاخر انك عنصر فعال في المجتمع خاطر نعرفوا اللي قرايه وخدمه عندك وقت حتى كان ما عندكش وقت مش مشكله يتخلق فهمت خاطر ابري تو باش تخرج حاجه انت قرايه وخدمه باش تخرج حاجه مادامني جو سوي بيان كل شيء هاني قاعده اي بورتون معناها عندي معناها في لي ستاج وكل شيء ساعات يمو بروبوز اقعد فهمت نقعد هكا نهارين ومن بعد نقول ايا ميتزو لو بري بيست بليس تو ورك هو مستحق عن جدارة اما ميتزو ديما معناها تقعد مش باش نقول لك بون اي عن جدارة والعباد الكل اللي جاو يخدموا هون يرتاحوا سانسيرمون فرانشمون دي ان توت سانسيريتي معناها عن جدارة على الحبة بالرسمي فهمت اني قلت لك سني با اون كيستيون دو سالير راحة وكا خاطر الامور راحة سي تري امبورتون